السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الريادي لهذا اليوم اللي غادي نطرقوا فيه آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. وغادي نبداو الموضوع ديال اليوم بالعرض الرسمي اللي تلقاه فريق العين الإماراتي من نادي الاتحاد السعودي. رسميا الاتحاد السعودي اول فريق في السعودية اللي كيعطي عرض رسمي للراحمي، العرض بقيمة ديال 20 مليون دولار. شنو كيربط هذا العقد هذا او هذا العرض هذا مع اخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي؟ ببساطة لان كاين بوند في العقد ديال فريق الرجاء البيضاوي مع العين الاماراتي كتنص على ان اللاعب الى انتقل اي فريق فالرجاء البيضاوي عندها نسبة ديال 20% من أي انتقال. إذا قلنا 20 مليون دولار فإنكم قولوا 5 مليار غتجي للرجاء. تخيلوا الإخوان أن ديك 5 مليار هتقدر تحيد عليك بزاف ديال الليتيج بكل صراحة، وتقدر تخليك تحتفظ بالركائز والدعم الركائز. يعني هاد 5 مليار الى جات كما كتسمى جات سهله، فغيستافد منها فريق الرجاء البيضاوي بشكل كبير جدا بكل صراحه. الان الاتحاد السعودي اعطى عرض ديالو، لكن الاخبار اللي كتروج في الدوري السعودي ان كاين حتى فريق النصر السعودي حتى هو مقبل على انه يعطي العرض رسمي، وكاين الاهلي السعودي، وكاين ايضا الهلال السعودي. 4 فرق كتنافس كتنافس على شكون اللي غادي ياخد وشكون اللي غادي يقبل العرض ديال الفريق السعودي او العين الاماراتي. شكون اللي غتقبل اين عرض اللي غادي، بطبيعه الحال غتكون العرض الكبير هو اللي غادي يتقبل به العين الاماراتي حاليا. الرغبه ديال اللاعب ايضا عنده واحد رغبه انه يحترف في الدوري السعودي لما ولا دوري كبير جدا، دوري باسماء كبيره. كنشوفوا اسماء اللي ولات دابا، ساديو ماني، رونالدو، محرز، قائمه كبيره جدا ديال اللاعبين اللي ولاو كيلعبوا في الدوري السعودي، حتى نيمار حتى هو ما نساوش، بونو، قائمه كبيره جدا. داكشي علاش الرحيمي عنده طموح انه يحترف في الدوري السعودي من بوابه كبار الفرق السعوديه، والكبار الان هما اللي كيتنافسوا على الصفقه ديال الرحيمي. كما قلنا رسميا اول فريق سعودي اللي كيقدم عرض للرحيمي هو الاتحاد السعودي. مازال غادي يجيو عروض، وكنظن ان قيمه الصفقه ما توقفش على 20 مليار، انما ممكن توصل 40 حتى 60 مليار، لان هناك تنافس شرس بين الفرق السعوديه، وكاين الفرق اللي كتسنى اخر عرض غيتقدم للرحيمي وهما في تواصل مع وكيل الاعمال ديالو. على العموم اي عرض غادي يرفع من القيمه ديال السوقيه ديال الرحيمي المستفيد منه ايضا فريق الرجاء البيضاوي بشكل كبير جدا، خاصه في هذه الظرفيه هذه. 5 مليار او 10 مليار او حتى 8 مليار فهي مفيده لفريق الرجاء البيضاوي في هذه المرحله بالضبط، لان كاين ازمه وكاين خصائص، وكاين ايضا كما نقولوا صعوبه في الاحتفاظ بالركائز. فهاد 5 مليار غتكون واحد المتنفس ديال هاد السنه هذه اللي غتخلي فريق الرجاء البيضاوي ينافس على المسابقات اللي مشارك فيهم. اما بخصوص المباراه ديال فريق الرجاء البيضاوي ومولوديه وجده اللي غتجرى في مدينه اكادير، اداره فريق الرجاء البيضاوي نشرات بلاغ رسمي كتحط الجماهير على الانضباط، وغنقراو لكم نص البلاغ وغنهضروا عليه من بعد. البلاغ كيقول في اطار مباراه نصف النهائي كاس العرش، نهيب بالجماهير ديالنا جماهيرنا الوفيه على اهميه الامتلاك تذكره المباراه، ونحث على احترام سكان مدينه اكادير مع التقيد بتعليمات السلطات المختصه حتى تمر المباراة في أجواء حبية ومناخ ريادي خالص. ونود أيضا أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لكافة المسؤولين في مدينة أكادير على تفانيهم وجهودهم في دعم
كرة القدم الوطنية بكل صراحة. بحال هاد البيانات بدينا نولفوا عليهم، علاش؟ لان الله يهدي كاين شي جماهير كيمشي يدي بلاصة لأي مدينة بدون تذكرة، كيخلق مشاكل وكيأجج من الفتن، فاللي كيخلص الضريبة في الأخير هو فريق الرجاء البيضاء. راه كنا اللي جينا نشوفوا السنوات اللي فاتت كنا كنشوفوا الرجاء البيضاوي كياخذ ويكلوات فابور بكل صراحة، وسببها هو بعد الجماهير المحسوبة على فريق الرجاء البيضاوي. فكنتمنى من الجماهير اللي عنده تذكرة يمشي، اللي ما عندوش تذكرة الله يرحم الوالدين ريحوا في الدور ديالكم بلا ما تبقاو ديروا لنا مشاكل الفريق. هادشي ديال الهوليغاز ما خصوش يبقى في المغرب، خاص نوصلوا ديك العقلية التحضرية اننا نجيو نمشيو نشاهدوا المباراة ونخرجوا ونسهلوا الخدمة على السلطات وعلى رجال الامن وحتى على الناس المواطنين. الشغب ما بقاش عنده شي طعم ولا مبقاش عنده حتى شي قيمة، يعني الان قيمة الفريق بالالقاب، قيمة الفريق بشنو وصل، ماشي قيمة الفريق بالشغب. فكنتمنى من الجماهير اللي عنده تذكرة يمشي، اللي ما عندوش تذكرة بلا ما يمشي لمدينة اكادير ويحترم القرار ديال النادي وقرار ديال السلطات المحلية. مباراة كما غنقولوا ما سهلاش وما صعيباش، لان فريق مولودية وجدة هبط لدوزيام سيري، فريق مشتت لكن باقي عنده واحد الكبرياء لانه في النصف النهائي غيبغي يلعب حتى هو كرة. الحاجز الوحيد هو ماشي مولودية وجدة ولكن فريق الرجاء البيضاوي، خصو ينسى الفرحة ديال اللقب الان، خصو ينسى الفرحة ديال اللقب وخصو يركز على مباريات ديال كاس العرش. الفرحة ديال اللقب فرحنا صافي مشات، دابا الان اللاعبين خصهم يركزوا على كاس العرش، لان الا انتصرتي في هذه المباراة هذه فغتلعب النهائي ضد فريق الجيش الملكي، الفريق اللي ما ساهلش، ولا انتصرتي على فريق الجيش الملكي فراه دخلتي عاوتاني الرقم من الارقام القياسيه، ما هزمتي حتى شي مباراه لا في البطوله لا في كاس العرش. ف غندخلوا لواحد الارقام قياسيه اللي غتخلينا ننافسوا الفرق العالميه باول فريق في العالم ما غينهزم حتى شي ماتش في هذه السنه هذه. لحد الان دابا فريق الرجاء البيضاوي غادي في المنوال، مازال ما سالاتش المسابقات الوطنيه، سالات البطوله صحيح، اول فريق في العالم ما نهزم حتى شي مباراه في البطوله، لكن كاس العرش حتى هو الى فاز به الرجاء البيضاوي هادشي اللي كنتمناو، غادي يكون عنده واحد الانجاز كبير جدا، وغادي يدخل فريق الرجاء البيضاوي من بوابه العالميه جدا، ربما غيتفوق على كاع الانديه ديال العالم. فما تحقروش هاد الكلمات اللي كنقولها لانه هو واقع حاليا كنعيشوه، ما كناش كنتوقعوه غادي نعيشوا واحد النهار. احنا الان على بعد مباراتين انتصرنا فيهم بجوج، برافو تاريخ فريق الرجاء البيضاوي، غادي يدخل نادي الرجاء البيضاوي بوابات نادي العالم اللي كيضربوا بهم المثال عالميا. اما بخصوص سوق الانتدابات او الميركاتو او ما يروج حول التوقيع بدر بانون مع فريق الرجاء البيضاوي، لحد الان ما كاين حتى شي توقيع مع فريق الرجاء البيضاوي، لكن مسألة ديال قدوم بانون هي مسألة وقت فقط. جلس مع إدارة فريق الرجاء البيضاوي، جلس مع المدرب زيمباور، المدرب زيمباور معجب بانون، بانون قيمة إضافية كبيرة. أظن مسألة ديال مجيء بانون والتدرب وحمل قميص فريق الرجاء البيضاوي مسألة وقت لا غير، ربما في العطلة الصيفية أنه كيدوز فيها حاليا. أنا راه كاين في مدينة أكادير لمتابعة فريق الرجاء البيضاوي، كاين هو وكاين الرحيمي وكاين الأخ ديال الرحيمي، كلهم مشاو باش يشجعوا فريق الرجاء البيضاوي. أيضا محسن متولي حتى هو غادي يكون في المباراة، غادي يكون كمشجع. ف مباراة عندها قيمة كبيرة، فكنتمنى من اللاعبين ومن المدرب زيمباور ينساو الفرحة ديال البطولة ويركزوا على كأس العرش. ف إن شاء الله إلى وقع بانون فريق الرجاء البيضاوي غادي نكونوا
تهنينا من واحد المشكل ديال الدفاع بشكل كبير جدا، لاننا نعرف الدفاع عندنا مقدام وخفيفي، فهما ما كافينش يعني حتى العراسي حتى هو ممكن نخليه، لكن بانون عنده واحد القيمة كبيرة، مدافع من الطراز العالي جدا، غادي يفيد فريق رجاء البيضاوي في العصبة وفي البطولة وفي كأس العرش وفي كأس التمييز. فبغيناكم تعطونا الآراء ديالكم في توقيع بدر بانون وما عودة بدر بانون لفريق رجاء البيضاوي. لحد الآن ما كاينش التوقيع، ولكن كاين اتفاق شبه نهائي بين بدر بانون وبين إدارة فريق رجاء البيضاوي. كنتمنى حظ سعيد لبدر بانون فاش يجي إن شاء الله الرجاء، لأنه قيمة كبيرة كنحتاجو بحال اللاعبين. هذا رجاوي من مدرسة الرجاء، قيمة كبيرة في الدفاع، مدافع من الطراز العالي جدا، غادي يفيد فريق الرجاء البيضاوي. زيمباور الآن نقدر نقولو حسم القضية ديال بدر بانون بشكل كبير جدا، رغم أن المدرب الآن كيعاود هيكلة ديال الطاقم ديالو، وأيضا كيشرف على الانتدابات ديال فريق الرجاء البيضاوي. هو عارف بدر بانون القيمة ديالو كبيرة، عارف بدر بانون كلاعب محترف كان في الأهلي، وكان حتى هو أنه ديجا لعب معاه فاش كان في جنوب أفريقيا، فكيعرف قيمة ديال هذا المدافع هذا. فربما المسألة ديال خوض التدريب برفقة فريق الرجاء البيضاوي هي مسألة وقت فقط، لأن اللاعب الآن في عطلة صيفية، الرحيم يتهوى في عطلة صيفية. فبغيناكم تعطيونا الآراء ديالكم في اللاعب ديال بدر بانون، واش نتوما كتظنوا أنه باقي بدر بانون كلاعب اللي كنا نشوفه متألق رفقة فريق الرجاء البيضاوي ورفقة الأهلي المصري، واش باقي محافظ على المقومات ديالو أم تغيرت؟ فآراء ديالكم كتهمنا في هذه القضية دي، لأن المدرب زيمباور الآن باش نكونوا واقعيين جلس مع إدارة فريق الرجاء البيضاوي البارح، وشرط عليهم أنه ما يكون حتى شي توقيع لأي لاعب وحتى شي مفاوضات مع أي لاعب بدون الموافقة ديالو. أظن أنه وافق على بدر بانون، لكن مستقبلا ما بغاش أي لاعب، لأنه رفض شحال من لاعبين رفضهم. باش نكونوا صريحين، لأن الجاري هو رفضه، رفض لاعبين كتير، ما بغاش الإدارة ديال فريق الرجاء البيضاوي تفرض عليه اللاعبين أو تفرض عليه أي لاعب تجيبه. هذا كيتسمى قرار قوي، مدرب عنده شخصية قوية، مدرب ما بغاش يخلي المسيرين يدخلوا لي في العمل ديالو، مدرب عارف شنو كيدير، مدرب بغي يتحمل المسؤولية ديال أي انتداب غادي يجيبه، غادي يتحمل المسؤولية ديالو. أما بخصوص اللاعب أبريغو، فهو قال المدرب أنه أبريغو مازال محتاج ليه، مازال ما خداش الفرصة الكاملة، ومازال غادي يعتمد عليه السنة القادمة. هنا كيدل على أن المدرب ما بغيش يفرط في أبريغو، فأبريغو مازال مستمر مع فريق الرجاء البيضاوي. أنا كنت كنقول أنه ما خداش الفرصة ديالو، كنت كنقول بلا ما يقوموا بفسخ العقد ديالو، كنت كنتمنى أنه لما كانوا شغي يعتمدوا عليه هذه السنة هذه، فأنه يصيفطوا إعارة لشي فريق، حيث ما نقدروش أنه يقدر أبريغو يتألق مع شي فريق وندموا عليه مستقبلا. هذا هو اللي كاين، مهم هادشي اللي كاين في أخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو، اشتراك في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.